من منطقة مسمرير تلمي اللي حاليا كيتواجد معنا السيد رئيس جامعة تلمي سيد حسين أعنوز اللي كنشكرو على هذا الاستضافة ديالو. و كرأي ورأي آخر يعني نحن تصنتنا المجتمع المدني، تصنتنا الساكنة، تصنتنا بزاف ديال المواطنين في الجامعة ديال تلمي، ودواو لينا على بزاف ديال المشاكل. إذن بداية كنرحبوا بسي حسين أعنوز. شكرا السي محمد بوفدام صاحب الوطن العربي. في البدايه اونكي شكرا ومتبادل لكم شرف الزياره تسيرم التعب تنط السيرم اللي اشترح من الجماعه التلمي باش تقد تبيني الراي العام للمعاناه الاكراهات تعيش المنطقه. ارحب بك، اي سؤال نقدر اي تسؤال انا استعدادك تجربة السي محمد بوفدام. شكرا لك. إذا السي حسين أعنوز يعني الكثير من المواطنين يعني ذكروا لنا في مشاكلهم أو المشاكل التي تعاني منها المنطقة كمشاكل البنايات التحتية، أيضا سمعنا عن مشكل الأراضي السلالية، أيضا مشكل إحدى النساء هنا بالمنطقة أنها تعاني يعني في مشاكل إدارية معكم الولوج الى بعض يعني الاراضي التي هي في ملكيتها ايضا الجمعيات تعاني من الاقصاء والتهميش، هل هو ممنهج ام لا من طرف مجلس جماعة تلمي اللي قالوا بالحرف بأنهم ما كيحضروش للدورات، واش المشكل في الجمعيات ولا المشكل في الجماعة؟ نتمنى تجاوب لنا على هادو وعاد ندوزو للمشاكل الأخرى. السي حسين أعنوز. مرحبا سي محمد. غير اللي كاين ان البنايه التحتيه هي ان الجماعه تعاني من بزاف ديال المشاكل في البنايه التحتيه من بين الطرق، لان كلشي بنايه تحتيه مبنيه على الطرق. جماعه تلمي جات في واحد المنطقه اللي هي اتجاه غير ممكن باش تغير الاتجاه فيها، كنجيو من بومال حتى تلمي كنحسو، ولكن الحمد لله ان استكمال ديال الطريق الجهوي 704 اللي هي كتربط بومال ندس مشروع تعطف جوج صفقات غادي يبداو الاشغال ان شاء الله عما قريب. الطريق الثانيه هي الطريق 7104 الرابطه بين تلمي مسمري تلمي وتنغرع عبر تمستوش، حتى هي الصفقه الاولى والثانيه راه تعطى وغادي يبداو ان شاء الله هذا العام هذا. بالمناسبه كنشكر السيد المدير الاقليمي لوزاره التجهيز على المجهودات الجباره اللي كيقوم في هذه المنطقه. القضيه ديال المشاريع والاراضي السلاليه أؤكد لكم أن أراضي الجامعة التلمي هي أراضي ديالها كلها كتكتسي صبغة جماعية، بمعنى أنها أراضي الجمع أو الجامعة الترابية غير مخصصة في أراضي الجمع وماشي اختصاص ديال أراضي الجمع. أراضي الجمع تعود لاختصاص ديال الوزارة الداخلية، وزارة الداخلية عندها النواب ديالها وعندها السلطة المحلية والسيد العام هو اللي كيشرف على أراضي الجمع، والكل أن الظاهر ديال 1914 هو المنظم لأراضي الجمع وما كاين شي واحد اللي يقدر يشتهى في اراضي الجمعه. الا كاين شي واحد اللي عنده قرار جماعه نيابيه ولا تفويت ديال اراضي الجمعه من طرف اللجنه الوصايه، حنا كنرحبوا به باش نسهلوا ليه المسطره. في هذا الصدد السي حسين أعنوز، واحد السيده كتقول بان راه يعني عندها مشاكل معكم في واحد البقعه اللي ديالها اللي كما جاء على لسانها ان هناك تزوير لهذه البقعه او بغيه تفويتها لاحد الاقارب. ابدا السيد اللي ذكرت السي محمد ان السيده دارت دعوه في محكمه اداريه ولنا الثقه الكافي من الجهاز القضائي هو اللي غادي يقول فيها كلمة ديالو. اما تفويت بقعه ارضيه وجد لكم ان اراضي الجمعه راه ما كتفوتوهمش الجماعه، ماشي من اختصاص الجماعه. اراضي الجمعه كينضموا واحد المرسوم واحد القانون اللي هي 1919 وراه تم تعديل في 2020 راه من اختصاص وزاره الداخليه. حنا ما كنفوتوش الاراضي الجمع وما كنتسامحوش في الاراضي الجمع وما كنبيعوش الاراضي الجمع. القانون باين واضح، الاراضي الجمع لا تباع ولا تفوت وما فيهاش حتى التنازل. هناك اقصاء لجمعيه المجتمع المدني؟ لا ابدا. المجتمع المدني بالنسبه للجماعه؟ نعم. لا ابدا، دائما في كل سنه كتكون اللائحه والاعلانات وفي اللوحه ديال الاعلانات
كنديرهم كنصيفط اللائحه ديال الجمعيات اللي هما طالبين الدعم للسيد العامل. السيد العامل كيشرف على اللائحه بعد المصادقه ديال السيد العامل. كل جمعيه اللي حطت المطلب ديالها راه كتوصل بالدعم ديالها، واتحدى اي جمعيه في المنطقه في الجمعيه اللي هي حطت لا احدهم عن الدعم المخصص للجمعيات، وانه هذا الدعم مخصص للجمعيات التابعه لحزب معين هكذا، يعني ان الجماعه تسيس العمل الجمعوي. هذه اضحك سي محمد، الجمعيه بدون استثناء، الجماعه بدون استثناء كاين تكون واحد اللجنه محليه كنكونوها من الجامعه هي اللي كتدرس الملفات ديال الجمعيات، وجميع الاحزاب السياسيه المتمثله في الجامعه ديال تلمي كتقول الراي ديالها، وسيد العام ما كنديروش الدعم تيوافق تيصدق السيد العام على اللائحه ديال الجمعيات، وابدا واش كاين شي سياسه من طرف الممنهجه اتجاه الجمعيات، وكل جمعيه حطت الطلب ديالها في الوقت المناسب الا انها كتوصل بالدعم ديالها. ماذا تقولون في شان رخص البناء التي قيل في الشريف انها يتم تفويتها للاقارب ايضا او ل الممثلين بالمجلس الجماعي؟ اولا سي محمد، رخصه البناء ما كتفوتش، لا تفوت رخصه البناء، كتكون المصادقه ديالهم. اي واحد السيد كيحط الطلب ديالو كنحلوا على اللجنه الاقليميه، وبعد المصادقه ديال رخصه البناء على التصميم من النمور ورخصه البناء الا والجامعه في ظرف يومين كيتصل بالرخصه ديالو. والرخص البناء راه ما كيتفوتوش سي محمد. وبالنسبه للعقار؟ العقار ما كنفوتوش، الاصل الملكيه ما الجماعه ما كتناقش ملك ملك عقاري، لان الجماعه ما عندهاش ملك عقاري. كيقول لك ان العقار في الجماعه التلمي هي عقار جماعي يكتسي صفه جماعيه، والجماعه ما كتحطش عليه يد. الجماعه الترابيه للجماعه التلمي عندها الملك الخاص اللي هي كتصرف فيها، وملك العام اللي كتصرف فيها، وما بقعة ارضيه ولا تسلم اراضي الجمعة ابدا، واش سلمت شي بقعة ارضيه. اذا جاء في الشريط ايضا ان المنطقه تعاني مشاكل صحيه متنوعه، ولولا عدم وجود القابلات وما الى ذلك، وهناك مستوصف قروي، ولكن الرضا في غمير اللي كتجي مره في الاسبوع. واش ما كتشوفوش بان ما دفعتوش للجهات المختصه بان يعني يكون عندكم الدعم في هذا الميدان؟ هذا فعلا مشكله ديال الصحه كاين للاسف، ان الجامعه قدمت بعده طلبات، ومش الجامعه انها بغيت تطفى جوج ممرضين ولو ما تقبلش الدوسي لهم، ولكن الجامعه ولا قياده المسيف كلها تعيش من مشكله في الصحه. كان في السبعي، كان في السنوات الفارضه كان دكتور في مسمار وكاين في تيمي، ولكن ما الخصائص اللي كتعاني منها الدوله كلها، اظن ان الجامعه درت مجهود ديالها ودرت ملتمسات للجهه المعنيه وزاره الصحه ووزير الداخليه السيد العامل انها تطالب بطبيب جامعه بقياده مسمارين وجامعه التلمي، ولكن للاسف ما تستجب الطلب ديالنا. لدينا سؤال اخر سي حسين عنو. مرحبا وشكرا على ساعه الصدر ديالكم. هو لماذا لم يتم انشاء بعض المراحل وخاصه في السوق الاسبوعي؟ يعني كيجيو ليه الناس اللي عندهم السكري وما كيقدروش يصبروا، وما يعني علاش ما فكرتوش انكم ديروا شي مراحل في السوق الاسبوعي؟ وهذه من بعض يعني اللي دواو عليها المواطنين في الفيديو، ثم ايضا دواو على البيئه والمجزره لربما ما عرفناهاش كنا فين كتكون، ولكن هما كيقول بان راه كتسبب مشاكل بيئيه، وبغينا شي توضيح للمشاهد الكريم. لا، بالنسبه للمجزره، المجزره هي ماشي حديث الساعه، المجزره قديمه بزاف. ومجزره هي احنا عندنا برنامج عمل ديالنا حطينا في المجزره باش كنفكروا اننا نديروا واحد المجزره بمواصفات تقنيه بيننا وبين جماعه المسمرين، لان نفس المشكله اللي كنعانيوها كنعاني منها المسمرين. لهذا درنا واحد الاتفاقيه مع لونزوا، مع لونزوا باش تعاوننا نديروا مع اتفاق نبنيو مجزره بمواصفات تقنيه ومواصفات اللي هي مطلوبه. اما المجزره اللي هي حاليا موجوده فيها مطموره، ومجزره مبنيه راه مزيانه، رغم ان هي قديمه العهد، ماشي ديال السبع، ماشي حديثه العهد، وحنا كنقدموا كنفكروا ان شاء الله انها غادي تبنى مجزره جديده. اذا ما بغيتيش لنا على المراحل ديال السوق؟ مراحل السوق سي محمد، انه مراحل راه كاينين في السوق،
كاين وراء الجامع وكاين في الجامعة، وكل مقهى أو ريستورا فيها مرحب ديالها، والجامعة قروية راه ما فيهاش لا سينيسمو، راه الناس باقية كيديروا مطمورات، والجامعة راه دارت واحد المجهود كبير، تدرت واحد هيدروكيروز هي واحد الكاميو لتنقية مطمورات. راه كل مواطن، كل مواطن وكل مستثمر كيطلبني بطلب انه يتم افراغ ديال المطموره ديالو الا الجامعه انها كتدخل، وباش يكون في راسك ان الجامعه القرويه الوحيده ولا الجامعه الوحيده في الاقليم دينغر اللي عندها هذيك الشاحنه ديال الهيدروكيروز هي جامعه تلمي. يا ربما لديك كلمه اخيره ستضيفها. الكلمه الاخيره ديالي وهي كنشكركم بزاف على التعب وعلى المجهود اللي درتوه، على انصات المواطن وعلى هذا الشيء. انا كنحسبوا انه تعاونتوا معنا والصوت ديالنا غادي توصلوا ان شاء الله للبلاصه ديالو. كنتمنى زيارتكم ما تكونش الاولى والاخيره، كنتمنىكم انه تزوروا الجامعه التلميذ مره الثانيه والثالثه والرابعه باش تعاونوا معنا، لان الغياب ديال الاعلام المحلي والغياب ديال الاعلام الوطني حتى حنا راه كنعيشوا العزله، راه ماشي عزله هي غير ديال الطريق، راه العزله حتى حنا عزله هي ديال الصحافه وديال الاعلام، حتى حنا راه في عزلتين مع الصفا ومع الاعلام. وكنتمنوا لكم زرنا مره اخرى سي محمد. شكرا. شي كلمه للمواطنين ديال تلمي بالمناسبه اللي يعني احنا هذا الوباء اللي كنعيشوه كاملين كمغاربه وكدول العالم باجمعه وباكمله، يعني واحد الكلمه للمواطنين الساكنه ديال تلمي بهذا المناسبه ديال كوفيد 19. بالمناسبه كان ندعي للبلاد كامل والمنطقه كامله انه نجينا من هذا الوباء هذا. اما الكلمه ديال المواطن هي كلمه ديال المواطن، يلتزموا بالاجراءات الاحترازيه ويبقاو في ديورهم، يحترموا المسافه القانونيه ويديروا الكمامه، ان الجامعه بعدا راه فرقت الكمامه ديال الناس، ويتخذوا الحذر ويديروا اطونس. هذا الوباء راه خطير، هناك كاين شي واحد اللي كيقول لك انه ما كاينش، كنقول للساكن ديال تلميذ الوباء راه كاين، كورونا راه كاينه، كل واحد يدير اطونسيون، راه الوباء وواحد سميتو اللي هو خطير جدا. كنقول للناس ديالنا خذوا الحذر وبقوا في دوركم والتزموا المسافه القانونيه وارتضوا الكمامات ديالكم، والله ينجي بلادنا من هذا الوباء هذا، وينجيكم ويرحم الاموات اللي هما توفوا بسبب هذا الوباء. وشكرا لك السي محمد. كنا معكم في جلسه حواريه ممتعه مع السيد رئيس جماعه تلمي السيد حسين عنوز، اللي حول ما امكاني بسط لنا بعض النقاط اللي تصنتنا لهم اليوم مع المواطنين، وكنشكروه صراحه، كنشكروه على سعه الصدر ديالو وعلى الاجوبه ديالو اللي زعما طمأنتنا بشكل كبير. وكنتمناو ان الرساله ديالنا توصل، والرساله ديالو ورساله كذلك ديال المواطنين، انها توصل للمسؤولين واتخاذ الاجراءات الضروريه باش نزيدوا لقدام بهذه المنطقه الجميله والشيقه جدا، ذات التضاريس الوعره، ذات الطبيعه الخلابه لاي واحد كيتمنى انه يجي يزورها. وهذه دعوه لجميع المواطنين انهم يجيوا يزوروا هذه المناطق، ليست دعوه للاشهار ولكن دعوه لاكتشاف المناطق الجميله في بلادنا الحبيب المغرب. محمد بوفدام، الوطن العربي.